الرومي قائدا في الدفاع، كان فهد المهلل خطيرا في الهجوم، وكان ايضا سعيد العويران هو الهداف. بيبيتو يحاول في الكره البرازيليه والتمريره، وهدف اول للبرازيل، هدف اول بعد الدقيقه الثالثه بعد خطا كان في تخليص الكره من احمد جميل، اتمرت الكره ووصلت الى بيبيتو اللي يمرر في الناحيه اليمنى، والتسديده تاتي قويه والكره في المرمى، هدف برازيلي عن طريق بيتو. هدف برازيلي عن طريق بيتو في الدقيقة الثالثة. هدف أول، هذه عادة، هذه محاولة الإبعاد من أحمد جميل، لكن بيتو كان يستطيع التسديد أمامه، كان عبد الله سليمان لم يتمكن من التسديد. خالد مسعد التمريرة، لكن الكرة تتخلص. مقطوعة الكرة إلى سامي الجابر، سامي بيحاول بكرة أمامية، سامي إلى حمزة، وحمزة يسجل. حمزة في الدقيقة السادسة والعشرين. هدف بمجهود كبير من سامي الجابر. سامي يقطع كرة من الدفاع البرازيلي ويتقدم ويمرر لحمزة إدريس، وحمزة يسجل في المرمى هدف أول للمنتخب السعودي وهدف التعادل في المباراة. هدف تعادل. في الدقيقة 26. مجهود كبير من سامي الجابر المدرب الحالي للهلال، واللاعب الذي لعب 4 كؤوس عالم كاملة مع المنتخب السعودي، واللاعب الذي يسجل في 3 كؤوس للعالم من 4. خالد مسعد يخرج إلى خارج أرض الملعب، ويدخل محمد نور، وخروج إبراهيم ماطر. في هذا المونديال او في المونديال العالمي في 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 نهايه كاس العالم كانت من فؤاد انور، كره ملعوبه برازيليه ممتازه في التسديد والكره في المرمى، هدف ثاني لمنتخب البرازيل، هدف ثاني لمنتخب البرازيل في الدقيقه 35، والتسجيل عن طريق فيولا. كره مقطوعه كانت من لاعب المحور بالنسبه لمنتخب السعودي الاسلامي، فيولا والتسديده على يمين حارس المرمى حسين الصاد. بالإعادة، شوف الاستلام وركنها ركن جميل، لا يزال يلعب حتى الآن، له 105 مباريات دولية و4 أهداف دولية. هنا محاولة للمنتخب البرازيلي، عرضية، والثالث للمنتخب البرازيلي، الثالث في الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الثاني. كرة عرضية كانت من ليرا لاعب بديل فتقدم فيها ويلعبها في المرمى. هذه عادة مرة خشف التمريرة من بيبيتو بالكعب يا ولد. بيبيتو 49 سنة يلعب هذه الكرة وعرضية جميلة وتسجيل هدف. شوف الكرة اللي بالكعب والتمريرة بهدف ثالث لصالح المنتخب البرازيلي. رونالدو ايضا احد النجوم الكبار ب 62 هدف، كرة نتابعها، بيبيتو عرضية، محاولة برازيلية، وهدف رابع للبرازيل. هدف رابع للبرازيل في الدقيقة العشرين. من زمن شوط المباراة الثاني، كرة أيضا سهلة وجميلة في التسديد وفي التنفيذ، وهدف رابع للمنتخب البرازيلي. تابع الإعادة، كرة ناحية بيبيتو كانت في الناحية اليسرى، وتسديدة وهدف للمنتخب البرازيلي. جميلة الكرة من بيبيتو، صنع وتقدم للمنتخب البرازيلي من الناحية اليمنى، والانطلاقة، وبيبيتو هدى أمام المرمى بشكل جميل ويسجل هدف خامس، للمنتخب البرازيلي. كرة عرضية،
استلمها بشكل جميل ببيتو حتى يعني شوفوا ببيتو لاعب كما ذكرت 49 سنة هذا اللاعب المميز لكنه استلم الكرة لم يضعها بشكل مباشر كان ممكن تصدم في حارس المرمى ممكن يستطيع الدعيع الحصول عليها لكنه هدى استلم وباليسرى وضعها بشكل جميل صاحب التمريرة أيضا اللي كانت هي الهدف الخامس في المباراة ملعوبة محاولة للتسديد وهدف سادس لمنتخب البرازيل هدف سادس للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 26 ومن أول لمسات ماكولا هدف في الدقيقة 26 وهذا المدرب ريكاردو دي روكا كرة إلى مرمى محمد الدعيع على يمين محمد الدعيع لكن وضع الكرة واضح بشكل جميل أيضا ماكولا واللاعب البديل كما ذكرت اللي هبط في شوط المباراة تعود عموما إبراهيم سويد إلى مالك معاذ مالك يتقدم مالك معاذ يحاول مالك معاذ بالتمرير يمرر نفسه مالك معاذ يحاول التسديد الآن مالك يتركها إلى نور حسين عبد الغني سجل هدف ثاني للمنتخب السعودي حسين عبد الغني يسجل هدف ثاني لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الثاني حسين ما شاء الله شارك في تكريم محمد الخليوي رحمه الله عليه وسجل هدف جميل في مرمى محمد الدعيع لعب مباراة بالأمس لنادي النصر وسجل هدف جميل في مرمى الفتح وها هو حسين عبد الغني هو المدافع والفتى الذهبي والهداف أيضا يصبح في هذا العمر ما شاء الله وفي هذا السن بهذه المحافظة الجميلة حسين عبد الغني يسجل